Bismillah. Troisième vidéo. On va nous faire, inshallah, les conditions à satisfaire. Il a gagné les conditions à satisfaire. Nous allons nous dire ce qu'est le magasin, ce qu'est le but de ce système comme on raille. On va nous faire la construction, la constitution, ménage qui est commun, ce système comme on raille. Conditions à satisfaire. Facilité d'adaptation. Très peu de modifications à réaliser sur les moteurs à injection directe. Indépendance. La pression ne dépend plus du régime moteur. Très haute pression. De 1300 à 1800 bars pour chaque injecteur. Respecter les normes anti-pollution. Possibilité d'effectuer plusieurs injections par siècle, réalisant ainsi une baisse de la consommation. Facilité d'adaptation. Il a l'air le moteur à injection classique. Quand on a une pompe d'injection, le maintien. Ou quand le réalisé en avance, il est réalisé le dosage. En même temps, il est intégré qu'il y a une pompe d'alimentation. Chez les mecs, le système comme on rail. تلقاو واحد السيستم اللي هو فاسيل اللي كيعتمد فقط على اون بومب ها وكيعتمد على دي زانجيكتور اون رومب واحد الكالكولاتور و بيان سور دي كابتور تري بو دو موديفيكاسيون قليل من التعديلات ا رياليزي سور لي موتور ا انجيكسيون ديريكت. كنشوفو كذلك لانديبوندونس وهي الاستقلاليه. ما معنى الاستقلاليه؟ كنا كنشوفو ان لا بومب دانجيكسيون في الموتور كلاسيكي هي اللي كتغياليزي على لا كونتيتي دو دوزاج و لو طون دو دانجيكسيون. هنا لا كاين واحد الاستقلاليه سي لو كالكيلاتور ولا لا بريسيون نو ديبون بلو دو ريجيم موتور. لا بريسيون ما عندها حتى شي علاقه بالريجيم ديال الموتور. تري اوت بريسيون بريسيون قلنا كتوصل تال 1300 جوسكا 1800 بار ماشي بحال الموتور ديزل انجيكسيون كلاسيك اللي كتبقى كتراوح الانجيكسيون ما بين 300 جوسكا 500 بار. كيف ما قلنا في الاول ريسبكتي لي نورم اونتي بولوسيون اللي كنقولوا القوانين ديال التلوث ان خصنا نحترموا واحد القوانين اللي كيخدم عليهم العالم كامل. اونتي بولوسيون بوسيبيليتي ديفيكتيي بلوزيغ انجيكسيون بار سيكل رياليزون انسي اون بيس دو كونسوماسيون. ومساله الثالثه اللي كنركز عليها هي ما كتبقاش عندنا لا كونسوماسيون بزاف اون طون كو ملي كنطلعوا لا بريسيون ديال الغازوال بزاف كتولي عندنا اون انجيكسيون بولفيريزي بريسيز في واحد لو طون اللي هو بريسيز سي تادير انه اللي كيكون عنده واحد النتيجه انه كتنقص لينا لا كونسوماسيون. لاحظتوا ان الكوموراي كيلعب على بزاف ديال لي بارامتر باش ينقصهم. اول حاجه كيخدم على لونتي بوليسيون, ثاني حاجه كيطلع لنا لا بريسيون, ثالث حاجه كي مينيميزي لا كونسوماسيون. اذا بخلاصه لي كونديسيون ساتيسفير هو واحد السيستم لي فاسيل ا فابريكي يعني فاسيل ا موديفي باش كنحصلوا عليه يعني فاسيل حتى في لونتروتيان ديالو فاسيل. بالنسبه لانديبوندونس ان الدوزاج و لو طون دانجيكسيون هو مستقل تماما على الريجيم ديال الموتور. بالنسبه لا بريسيون سي شو بريسيون لي هي تري الفي تخو الفي. بالنسبه لونتي بوليسيون كيف ما لاحظنا عندنا ان هذا السيستم كيحترم لونتي بوليسيون. علاش؟ حيت قال لك هنا بوسيبيليتي ديفيكتي بلوزيغ انجيكسيون بار سيكل. كنعرفوا ان سيكل هو دو تور ديال فيلبروكان. كنقدروا نديروا 3 انجيكسيون بار سيكل اللي كنشرحوها هنا في الانجيكسيون برينسيبال والبري انجيكسيون والبوست انجيكسيون. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله. كاين 3 انجيكسيون, كاين البري انجيكسيون و الانجيكسيون برينسيبال و البوست انجيكسيون. يعني سيلندر واحد ما كتكونش فيه انجيكسيون وحده, كيكونوا فيه 3 انجيكسيون اللي عندهم واحد الاغراض اخرى اللي غنتعرفوا عليها من بعد واللي بيان سور هما اللي كيدخلوا في لونتي بوليسيون. نشوفوا الكونستيتيوسيون. كونستيتيوسيون سي فاسيل, شي حاجه اللي فاسيل الا بدينا نحسبوه من واحد حتى 7. عندنا بيان سور الان سي لانجيكتور, دو سي كوندويت هوت بريسيون هاد لي كوندويت كيكونوا من النحاس, تروا سي لا رومب, الكات سي لا بومب هوت بريسيون, سانك سي لو كالكولاتور, سيس بيان سور سي لو كوا, و سات
entrée des informations et sortie de commandes. Là, on a les informations, les commandes. Maintenant, entrée des informations et sortie des informations. Là, entrée des informations. Je connais qui donne les informations. C'est les calculateurs. Et la sortie des commandes, c'est les actionneurs. On a les qui ont des commandes. On a les qui commandent le calculateur.